كمان في اجتماع الكابتن الخطيب ولجنه التخطيط مع اللعيبه بقى لما انضم للاجتماع كل لعيب الفريق كان التاكيد على انه يا جماعه انتوا وراكم جمهور كبير جدا وجمهور بيمثل السند الحقيقي والتاريخي للنادي الاهلي. هذا الجمهور ما بيشبعش بطولات، عودتوه على كده، فخليكم فاهمين انه انت النهارده فرحتني ان انت خدت بطوله افريقيا، وبعدين بعديها ايه تاني؟ هيحاسبك على اللي ما جبتهاش، رحت كاس العالم خدت ثالث العالم، طب ها وبعدين مشكلة. فبالتالي انت بتهيئ اللعيبه انه وراك جمهور سره الحقيقي انه ما بيشبعش بطولات، مشكلة وقيمته الحقيقيه انه بيساند فرقه فعلا تسعى دايما للبطولات. مشكله النادي الاهلي الحساب على البطوله اللي ما بتجيبهاش، على المباراه اللي ما بتكسبهاش، يعني انت البطولة. انت في النادي الاهلي تحاسب على احتكار البطولات مش الفوز بالبطولات. والجمله دي انا قلتها وانا قلت لك اما كان مانو جوسيه في ولايته الاولى وخسرنا الدوري فجاه وحد كده وسوس له عقله انه ينقض على النادي الاهلي، ففي مجلس الشعب في لجنه الشباب والرياضه عمل استجواب للنادي الاهلي عن طريق وزاره الشباب اهدار مال عام، جاب مدرب بكذا وجاب لعيبه بكذا وما خدش البطوله. فطبعا انا رحت يعني استأذنت الكابتن محرم الراغب، كان مدير عام النادي، محرم مستاء من فكره ان يجي لنا استدعى ويتحقق في الموضوع. قلت له بالعكس دي فرصه هايله جدا، ممكن يعني تفوضني؟ قال له حاجه معاك، وجه معايا. طبعا اكتشفنا ان في عضو، يعني هقول لك ازاي اكتشفت يعني وايه الهدف كان بالاستجواب. فكنا واحنا قاعدين انا في البدايه كده قلت لهم الاهلي لا يستجوب الا من الجهات الرقابيه في شان يكون فيه مخالفه. ايوه، لكن لما تيجي حضرتك تقول لي انا بسعى ان انا اكسب بطوله ما كسبتهاش، ده ما جمعيه العموميه هي اللي ممكن تحاسبني. بالظبط، لو في اهدار مال عام انت تحاسبني، يا في مخالفات ماليه يا في جمعيه عموميه تحاسب، لكن انا مش مستكتر بدليل ان احنا جينا لكم انا ومدير عام النادي كابتن محرم الراغب، لكن عايزين اسلوب القعده ما يبقاش استجواب لكن احاطه، نحيط بعض بالاهلي بيعمل ايه وتحطني انت عايز مني ايه او متوقع مني ايه او ليه الكلام اللي اتكتب ده. فقعدنا، فالمقدم العضو اللي كان مقدم الاستجواب قال انا قلت له من فضلك ارفع ارى كله اسلوب غير لائق، كله هجوم، واللي يفرغ الانديه واللي مش عارف يعمل ايه واللي كلام كده. قلت له يعني اسلوب الاستجواب ده خلاص احنا جينا وهنتناقش مع حضرتك بس شيل دي من المطبطه. قال لي ازاي وانا مصر وانا مش مصر؟ قلت له لان هقول كلام انت عندك حصانه انا ما عنديش، هتسمح لي اكلمك على حريتي ولا هتيجي تقول لي انت؟ قال لي لا اتكلم اتكلم وده هيثبت. قلت له كويس قوي. رحت موجه حديثي الى رئيس اللجنه، قلت له شوف حضرتك، كان حتى الاستاذ سيد جوهر نائب رئيس اللجنه وقتها موجود، قلت له شوف حضرتك انتوا بتقولوا الاهلي ما جابش بطولات، الاهلي واخد افريقيا، الاهلي واخد السوبر الافريقي، الاهلي في الاربع سنين اللي فاتوا دول في السوبر المصري، الاهلي هو الكلام كان بعد جوسيب سنتين، الاهلي واخد كاس مصر، لكن انتوا بتحاسبوا الاهلي مش على عدم الفوز بالبطولات، انتوا بتحاسبوا الاهلي انه عودكم على احتكار البطولات، انتوا جايين تحاسبونا انتوا ازاي خسرتوا الدوري؟ انتوا ازاي خسرتوا الدوري مرتين ورا بعض او ثلاثه ورا بعض؟ ما بتحاسبنيش على اللي انا كسبته، لكن اذا كنتوا عايزين تحاسبونا، وبعدين انا كسبت ريال مدريد ودي، شوف بقى اللي جاي دي، وكسبت المنافس التقليدي بتاعي في مباراه سميت بمباراه القرن 6-1، راح بيصرخ أيوة. بالتحكيم مش عارف. قلت له كشف عن وجهه حضرتك. حضرتك بقى مش بتحاسبني، انت نغزت بقى حضرتك مش بتحاسبني، انت متضايق مني. طب انا بقى لو سمحت يا سيد بي انا مصر على استبعاد هذا الكلام. قال لي ما تاخدهاش بحساسيه ونعتبرها مناقشه حوالين الكره المصريه ونصلحها زي. قلت له لا نتناقش زي ما انتم عايزين، وتم استبعاد الكلام ده لانه اتضح ان في وراه راي شخصي يعني. ايوه،
واثبتت لهم لا الاهلي بيجيب بطولات، انتوا عايزيننا نحتكرها نوعدكم. الولايه الثانيه بدات رحله احتكار البطولات. النادي الاهلي عايش هذه اللحظه. هو الان النادي الاهلي مش هيبتدي يتحاسب على البطوله اللي بيجيبها ويفرح بيها، على المباراه اللي بيخسرها، على المباراه، خلينا على البطوله الاول اللي خسرها. وطبعا قلقهم على البطوله هيخليهم يقلقوا على المباراه. ايوه، لان ما هو البطوله ايه؟ تراكم مباريات او تراكم فوز. ايوه، وانا فاهم جدا جدا مخاوف جمهور الاهلي، لكن مش فاهم سر النشوه في الهجوم على النادي الاهلي. في نشوه، في محاوله يعني زي كده لخلق سلبيات وتضخيمها، نشوه لتشتيت ثقه اللعيبه، تشتيت. هاجيلك على هذا المشهد بكل التفاصيل والفيديوهات والاعترافات الحقيقه.